أهلا بكم مشاهدينا في زوايا الحدث، وحلقة اليوم التي سنخصصها للحديث عن أعمال المنظمات الإنسانية في اليمن ودور الحكومة ودول التحالف في تنسيق جهود الإغاثة وفتح الممرات الإنسانية. لا تتوقف نداءات الاستغاثة الصادرة من المدن والمناطق اليمنية المضطربة، فيما تتزايد أرقام المحتاجين للمساعدات بشكل مهول نتيجة الأوضاع المعيشية المعقدة واشتداد الحصار المفروض للشهر الحادي عشر على التوالي. يوميات الحياة ثقيلة وبالغة الصعوبة في ظل الحرب وتفخيخ ممرات العمل الإنساني، ما دفع بعض المنظمات العاملة لتعليق عملها، والبعض قلص عدد فرقه العاملة نتيجة ما تلاقي هذه الفرق من مخاطر وتهديدات، كاللجنة الدولية للصليب الأحمر مثلا التي مر على اختطاف موظفتها التونسية نوران حواس أكثر من شهرين. وتكافح المنظمات الدولية من أجل إيصال المساعدات للمتضررين في مناطق الصراع. الأرقام الصادرة عن المنظمات العاملة في اليمن تؤكد تسجيل نحو 21 مليون يمني، أي 82% من السكان، يحتاجون إلى مساعدات إغاثية عاجلة. مدير المكتب الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمية التابع للأمم المتحدة مهند هادي ذكر أن هناك أكثر من 14 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي، من بينهم 7,600,000 يواجهون انعداما حادا له. ودعا المسؤول الأممي جميع الأطراف إلى ضرورة تقديم التسهيلات اللازمة وأن تبذل جهودا أكبر لضمان إيصال المساعدات للمحتاجين في جميع المدن اليمنية، ولا يكون ذلك مشروطا بأية إجراءات تعيق هذه العملية. أعمال الإغاثة والدور الحكومي في تسهيل وتنسيق الجهود مع المنظمات الإنسانية العاملة هو محور حديثنا الليلة، لكن قبل أن نبدأ النقاش نذهب لمتابعة تقرير الزميلة وئام الأكحلي ومن ثم نعود. تحذيرات ونداءات دولية متكررة على الصعيد الخارجي، واتهامات بالتقصير والتواطؤ وغض الطرف أحيانا. هذه الصورة تختصر دور المنظمات الحقوقية والإغاثية في اليمن. نداءات الاستغاثة الإنسانية تتعالى من كافة الجهات والأماكن داخل أراضي الجمهورية، غير أنها لا تصل إلا لجزء صغير من تلك المنظمات، وهو ما جعل رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح يطالب المنظمات التابعة للأمم المتحدة بممارسة مهامها الإنسانية وفق القانون الدولي، خاصة برفع الحصار عن تعز وتحديد الجهة التي تعيق وصول المساعدات إليها، وهو أمر أكده رئيس اللجنة الطبية الإغاثية بتعز صادق الشجاع، مطالبا المجتمع الدولي بوضع إجراءات حازمة وسريعة لوقف الانتهاكات وجرائم الإبادة التي تمارسها الميليشيا بحق سكانها، فيما تستمر التحذيرات الأممية من وقوع كارثة إنسانية وشيكة في اليمن. ف21 مليون يمني، أي 82% من السكان، يحتاجون إلى مساعدات إغاثية عاجلة. أما العمل الإنساني فيحتاج إلى ما يقارب 2 مليار دولار أمريكي للعام الجاري بحسب التقديرات الأممية التي أعلنها منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة باليمن في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة الأردنية عمان. الأوضاع الصعبة أدت لمغادرة عدد من المنظمات الدولية للبلاد، فيما اكتفت منظمات أخرى بتقليص عدد موظفيها الدوليين، وذلك بعد تلقيها تهديدات من جهات لم تسمها. اللجنة الدولية للصليب الأحمر أعلنت عن قيامها بتقليص عدد موظفيها الأجانب كإجراء احترازي مهم لسلامة فرقها العاملة بعد تلقيها تهديدات، ذلك عقب إعلانها في وقت سابق تعليقاً مؤقتاً لأعمالها في اليمن بعد حادثة اختطاف مسؤولة الحماية لديها نوران حواس في ديسمبر الماضي. منظمة أطباء بلا حدود هي الأخرى تشكو من انعكاس حالة الانفلات الأمني على أعمالها. مؤخراً أعلنت عن تعرض سيارة إسعاف تابعة لها للاختطاف من قبل 4 مسلحين في منطقة الحسيني بمحافظة لحج. بلا حدود عبرت عن قلقها على طواقمها الطبية وعدم قدرة المرضى في الوصول للمستشفيات. منظمات الإغاثة الإنسانية العاملة في البلاد تدافع عن نفسها بالقول إن أسباب تقصيرها يعود إلى ظروف الحرب، وهي حالياً تقوم بأقصى ما لديها متحدية هذه الظروف لمد يد المساعدة للمحتاجين
داخل الأراضي اليمنية. إذن مشاهدينا الكرام، لمناقشة موضوعنا سينضم إلينا من القاهرة المتحدث باسم برنامج الغذاء العالمي الأستاذة ريم ندى، وكذلك من الرياض عضو اللجنة العليا للإغاثة الدكتور عبد الرقيب الحيدري، ومن صنعاء المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر عدنان حزام، على أن ينضم إلينا من تعز رئيس اللجنة الطبية دكتور صادق الشجاع. تشهد يعني المنظمات الدولية العاملة في اليمن صعوبات بالغة، سنفهم هذه الصعوبات من خلال نبدأ مع المتحدثة باسم برنامج الغذاء العالمي الأستاذة ريم ندى. مساء الخير أستاذة ريم. مساء النور أستاذة ريم. يعني في البدء لو تحدثنا عن سير عمل فريق برنامج الغذاء العالمي في اليمن في ظل تزايد حدة القتال والحصار المفروض للشهر 11، حدثينا عن ما تواجهونه. طبعا هو برنامج الأغذية العالمي واجه ويواجه صعوبات كبيرة في اليمن، منها صعوبة الطرق، التحديات الأمنية، عدم سهولة الوصول لكل الأماكن التي يوجد بها أشخاص وعائلات يحتاجون بشدة إلى المساعدات الغذائية. ذكر اليوم المدير الإقليمي بالشرق الأوسط لبرنامج الأغذية العالمي، ذكر أن هناك احتياج أو ضرورة تسهيل وصول المنظمات الإغاثية وتسيير قافلات الإغاثة بصورة آمنة وضمان المرور غير المشروط لكل الأماكن في اليمن. طبعا في ظل هذه الظروف الصعبة كان برنامج الأغذية العالمي يعمل في اليمن، يقدم مساعداته لأكثر من مليوني شخص في اليمن، وزاد هذا العدد في الأشهر الماضية، هذا الشهر الشهر الماضي شهر فبراير وصلت مساعدات برنامج الأغذية العالمي إلى قرابة 3 ملايين شخص في اليمن في المحافظات يعني هي في 17 محافظة، ولكن يولي برنامج الأغذية العالمي يولي أولوية كبيرة للمحافظة 10 التي تعاني من شدة أو من انعدام الأمن الغذائي، وسجلت مؤشرات خطيرة جدا وهي يعني درجة واحدة من مؤشرات المجاعة. طيب يعني إلى الآن هذه المحافظات 10 يعني تواجه هذا الخطر، كما تحدثتم على أنه 4 درجات من سلم 5 درجات قبل المجاعة. بشكل عام هل هناك يعني تفاعل أكبر من السابق؟ يعني قبل حوالي الشهر كان هناك نداءات أيضا لمزيد من فتح الممرات الآمنة وكذلك لتقديم الدعم لبرنامج الغذاء العالمي لمواجهة يعني الأمور في اليمن، المصاعب في اليمن، هل تحقق أي جديد في هذا الخصوص؟ هو في شهر فبراير وكذلك في شهر يناير تمكن البرنامج من الوصول إلى يعني جيوب الصراع في مدينة تعز منطقتي القاهرة والمظفر. كان هناك منذ 5 أيام أو 6 أيام تم بدء توزيع مساعدة برنامج الأغذية العالمي في مديرية القاهرة بمدينة تعز، فهناك يعني تنسيق على الأرض، ونتعاون مع هيئة الإغاثة في محافظة تعز لتوزيع مساعدة البرنامج في داخل مناطق القاهرة والمظفر. طيب. هي قامت بالتوزيع. نعم تفضل. قبل الست أيام هذه تحدثت أنه منذ 6 أيام بدأت تنفيذ التوزيع، قبلها لم توزعوا هناك؟ لا نعم، وزعنا في شهر يناير في منطقتي المظفر والقاهرة أيضا. نعم كذلك يعني، ولكن
يعني طبعا هذا شيء إيجابي، الوصول لهذه المناطق في شهري يناير وفبراير بعد صعوبات كبيرة جدا في الأسابيع والأشهر الأخيرة من عام 2015، ولكن يجب أن تكون هناك إرادة حقيقية لتسهيل وتسيير القافلات الغذائية بصورة منتظمة. طيب، هل تلمسون هذه الإرادة من قبل الحكومة الشرعية ودول التحالف في فتح الممرات الإنسانية؟ هو مؤخرا يعني دليل أن هناك عمليات توزيع، هناك مساعدات دخلت إلى مناطق كان يصعب الوصول إليها، فهناك مفاوضات تجري ينجم عنها هذه النجاحات يعني في الوصول إلى هذه المناطق، ونتمنى أن تستمر. طيب، بشكل عام بسؤال أخير أستاذ ريم، يعني لدى برنامج الغذاء العالمي هل لديه ما يكفي من التمويل لتغطية الاحتياجات في اليمن؟ حاليا برنامج الأغذية العالمي يوزع مساعدات غذائية، يعني الحصة الغذائية تم تخفيضها إلى 75% من الحصة الغذائية لثلاثة ملايين شخص نظرا لعدم توفر التمويل الكافي. فبرنامج الأغذية العالمي يحتاج إلى أكثر من 30 مليون دولار شهريا لمجابهة الاحتياجات. من هي إلى الآن الجهات التي تقدم هذا التمويل؟ هو طبعا كان يعني العمليات الإغاثة لبرنامج الأغذية العالمي في الفترة الماضية تعول كثيرا على دعم المملكة العربية السعودية من خلال مركز الملك سلمان الذي قدم أكثر من 140 مليون دولار إلى برنامج الأغذية العالمي، ونتمنى أن تستمر كل الدول المانحة في دعم البرنامج ودعم العمليات الإغاثية في اليمن نظرا لتزايد الاحتياجات وطول مدة الصراع. أشكرك شكرا جزيلا المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمية الأستاذة ريم ندى، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. ينضم إلينا الآن مشاهدينا الكرام عضو اللجنة العليا للإغاثة دكتور عبد الرقيب الحيدري. مساء الخير دكتور. مساء النور أخو. دكتور، بوصفكم عضو في اللجنة العليا للإغاثة، هل لكم أن يعني تعطونا صورة عن الوضع الإنساني في اليمن، وما هي أكثر المحافظات المتضررة من الناحية الإنسانية؟ أشكر قناة بلقيس على الاستضافة. أخي الحبيب، بالنسبة للإغاثة، الإغاثة حجم الإغاثة التي تقدم لشعبنا اليمني قليل جدا بحجم الاحتياج والضرر في كثير من المحافظات اليمنية. أكثر المدن تضررا هي محافظة تعز كونها تخضع لميليشيات لحصار مطبق من ميليشيات الحوثي وجماعات صالح التي تمنع وصول أي غذاء وأي دواء يصل إلى هذه المناطق. كثير من المحافظات أيضا تخضع لسيطرة نفوذ الحوثيين الذين يسيطرون على الإغاثة ويبيعونها إما لمناصريهم وإما يستخدمونها في المجهود الحربي. بالنسبة للإغاثة، الشكر كل الشكر لمركز الملك سلمان الذي هو المؤسسة الرائدة الداعمة لعمليات الإغاثة الإنسانية في اليمن، وهو الأكثر استجابة والأكثر تواجد على الساحة اليمنية من بين المؤسسات الدولية والمنظمات الإغاثية. طيب، بالحديث عن المؤسسات الدولية أستاذ دكتور عبد الرقيب، يعني أشار رئيس لجنة الإغاثة عبد الرقيب فتحي إلى غياب الأمم المتحدة عن المشهد الإغاثي في اليمن، وكذلك صمت عن الجهات التي تعيق عن عملية العمل الإنساني في البلاد. بنفس الوقت المنظمات الدولية تقول إنها تكافح من أجل وصول المساعدات في الداخل، كيف تعلقون على ذلك؟ أخي الحبيب، لا يخفى على أحد أن دور منظمات الأمم المتحدة في مجال الإغاثة في اليمن أصبح وصمة عار على جبين هذه المنظمات. كثير من المنظمات الدولية تبرر عدم وجودها بسبب النزاع وأن هناك غير المحافظات غير آمنة،
لكنها تتواجد في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون وتقدم الدعم لهذه الميليشيات. لكن هناك كثير من المحافظات، أكثر من 70% اليوم أصبحت محررة، لكن هذه المنظمات التابعة للأمم المتحدة لا تتواجد فيها ولا تقدم الدعم أو الاحتياج التي. طيب ما هي مبرراتها أستاذ دكتور عبد الرقيب؟ هي ليست لها مبرر، بقدر على أنه أصبحت اليوم منظمة الأمم المتحدة أصبحت ربما يغلب عليها العمل السياسي أكثر من العمل الإغاثي والإنساني. لا توجد لكثير من المنظمات أي، سوى أن هناك الكثير مناطق، المناطق غير آمنة، يتعرض مندوبيها لعملية الاختطاف كما حصل مع الصليب الأحمر الذي اختطفته ميليشيات الحوثي. ولكن للأسف لم نجد أي بيان من هذه المنظمات تدين أي تصرفات لهذه الميليشيات. هناك غياب غير مبرر لهذه المنظمات، حتى أن لكن يعني دكتور هناك من يقول أو المنظمات يعني تدافع عن نفسها وتقول أنها ليست معنية بتوجيه الاتهام، هي معنية برفع تقارير إلى الأمم المتحدة، والأمم المتحدة عبر الأذرع يعني ذراعي مجلس الأمن مثلا هو من يقوم بالاتهام. في هذه النقطة بالذات يعني التحالف دعا المنظمات الأممية إلى مغادرة البلاد، يعني ألا ترون أن هناك حاجة لوجود هذه المنظمات في اليمن؟ التحالف دعا المنظمات لمغادرة خوفا على سلامة هذه المنظمات من أي أذى، ودعاها عبر مركز الملك سلمان للتنسيق معه عبر تقديم الاحتياج والإغاثة للكثير من المناطق، ولا سيما تعز. مركز الملك سلمان قدم الكثير من الإغاثات لهذه المنظمات لكي توصلها إلى تعز، لكن هذه المنظمات أخذت الإغاثة ولم تستطع إدخالها إلى تعز، وسيطر عليها الحوثيين، ولم نسمع من هذه المنظمات أي إدانة أو شجب أو استنكار. ولذلك اليوم في كثير من المحافظات لا نجد إلا مركز الملك سلمان الذي كسر الحصار عن تعز وأوصل الكثير من المواد الإغاثية والطبية، والتي لا تتناسب مع حجم الاحتياج في كثير من المحافظات. طيب هناك كان إسقاط لي يعني أدوات غذائية أو معونات غذائية وكذلك دوائية قبل فترة، لماذا لم تتكرر هذه الحادثة كوسيلة لإدخال المساعدات خاصة مع إغلاق المنافذ الموصلة لتعز؟ المركز الملك سلمان يحاول قدر الإمكان على إيصال الكميات اللازمة أو الضرورية للاحتياج لمحافظة تعز، ولكن هناك تأخير نوعا ما، ولكن المركز الملك سلمان يفي بتعهداته، فأوصل الكثير من المساعدات الإنسانية والضرورية كأنابيب الغاز كالأدوية ككثير من الاحتياجات، ولكن تخضع للظروف الإنزال والحاجة الملحة. طيب هل هناك أي منظمات محلية يمنية أو تدعمها الحكومة الشرعية عاملة على الأرض بخلاف مركز الملك سلمان؟ هل تقصد على أن المنظمات التي يتعامل معها الحكومة الشرعية واللجنة الإغاثية العليا؟ طبعا هناك تنسيق مع كثير من المنظمات الموجودة في الداخل، وهناك تنسيق كذلك سواء عبر لجنة الإغاثة الحكومية أو مباشرة عن طريق مركز الملك سلمان. أي منظمات مجتمع مدني في الوسط اليمني قدمت احتياجات إغاثية لأي محافظة وطلع عليها مركز الملك سلمان ووجد أن البرنامج سيقدم بطريقة تلبي الاحتياج، تعامل معها رأسيا وقدمت لها الحكومة. نعم دكتور. التوصيات. طيب تفضل بالبقاء معنا دكتور عبد الرقيب، ينضم إلينا الآن عضو اللجنة الطبية في تعز الدكتور عبد الرحمن الأزرقي. مساء الخير دكتور. مساء النور. دكتور أنتم في اللجنة الطبية في تعز أطلقتم نداء استغاثة لإنقاذ الوضع الصحي في المدينة، ما هو مدى الاستجابة لهذا النداء؟
والله بالنسبة للإغاثات على مستوى القطاع الصحي تقريبا يعني كميات بسيطة ومقادير محدودة جدا جدا، والمؤسسات الطبية الخاصة والعامة تعاني من إشكالات كبيرة تمنعها من تنفيذ مهامها في استقبال المرضى والجرحى. طيب إذا ما تحدثنا عن نسبة أو أرقام دكتور عبد الرحمن، ما هو مدى الاستجابة بالنسبة لمدى الاحتياج؟ شوف أنا بقول لك يعني بدي لك بعض الأشياء بأخذها معي. قبل حوالي 10 أيام أبلغت الصحة العالمية إن المنظمات أرسلت 20 طن من الأدوية. في الحقيقة أنا مدير مستشفى أحد المؤسسات الكبيرة، يعني المستشفيات الكبيرة، كراسين بسيطة من الأدوية ذات النوعية الغير مطلوبة، مراهم للعلول وشاشات وضمادات ولصق وشيء من هذا القبيل. يعني تسمع كثير من يعني الأخبار بأن الكميات كبيرة ومهولة، لكن في الواقع هي قليلة جدا، وما يشعب لي أنها تأتي من منظمات ذات طبيعة عالمية يعني وشهرة كبيرة. الأمر محير بالنسبة لنا، يعني ما هو هذا الموقف الغير إنساني تجاه يعني أحوال البشر داخل فعل. طيب يعني أمر مسيء جدا. طيب بالحديث عن المستشفيات، كم عدد المستشفيات التي ما زالت تعمل بداخل المدينة؟ معنا مستشفيين كبيرين رئيسيين اليوم، المستشفيين المركزيين داخل المدينة الثورة والجمهورية، تعمل بالحد الأدنى من خدماتها للمرضى. مستشفى تقريبا أهلي واحد أو اثنين تقريبا، يعني واحد عمليا هو الذي يعمل مستشفى الروضة. بقية المستشفيات الحكومية والخاصة قرابة 14 مستشفى مغلقة، بالإضافة إلى العيادات والمستوصفات البسيطة. نعم. طيب تفضل بالبقاء معنا دكتور. أعود إلى دكتور عبد الرقيب الحيدري، عضو لجنة اللجنة العليا للإغاثة. دكتور، يعني كان هناك مؤتمر دولي في الدوحة عقد لإغاثة اليمن، هل هناك أي تحرك إقليمي ودولي مكثف لأجل إنقاذ الوضع المتدهور في اليمن بشكل عام وفي تعز كما سمعت من الدكتور عبد الرحمن؟ أتفق مع الدكتور عبد الرحمن على أن حجم الإغاثة التي تقدم إلى تعز لا يتناسب إطلاقاً مع حجم المناشدات التي يناشدها الإخوة في تعز. حجم الإغاثة وحجم الاحتياج كبير كبير جداً جداً، ولكن تعز تخضع لحصار خانق من قبل الميليشيات ومن قبل العصابات التي تمنع الكثير من الإغاثة التي كانت في الطريق إلى تعز، من ضمنها اختطفت ومن ضمنها منعت ومن ضمنها أخذت كمجهود حربي. حاول المركز الملك سلمان أن مع كثير من المنظمات الدولية أن يتوسطوا بحيث تكون يعني لقاء هيئات محايدة لإيصال الكثير من الإغاثة، لكن باءت هذه المحاولات بالفشل. بالنسبة للمنظمات، هناك منظمات تسعى إلى من خلال تقديم الكثير من البرامج الإغاثية لإغاثة الوضع الكارثي والإنساني في اليمن، ولكن أنها لا تزال كهذه المنظمات تقدم أيضا احتياجاتها لمركز الملك سلمان. وهناك وعود، الكثير من الإخوة وعدوا بإيصال الكثير من المساعدات، ولكن أجزم وأقول لك أن الإخوة في دول مجلس التعاون الخليجي هم الأكثر استجابة والأكثر تواجدا على الساحة اليمنية، وقد رأينا كذلك الإخوة الكويتيين وأوصلوا الكثير من المساعدات لكثير من المناطق، والإخوة القطريين أيضا. هناك اليوم الإخوة الأتراك وعدوا بإيصال كثير من المستلزمات الطبية والمستشفيات الإغاثية العائمة، وإن شاء الله يصدقون وإن شاء الله يخفف عن أبنائنا وإخواننا كل مكروه إن شاء الله. أشكرك شكرا جزيلا دكتور عبد الرقيب الحيدري، عضو اللجنة الإغاثية العليا. أعود إلى دكتور عبد الرحمن الأزرقي. دكتور، يعني سمعنا الكثير من الحديث من الدكتور عبد الرقيب حول مركز الملك سلمان، هل يعني تصل هذه المساعدات بالشكل الذي تم الحديث عنه؟
المنظمات بالذات الخليجيه من هلال قطري واتحاد يعني واماراتي ومركز سلمان تقدم خدماتها ومساعداتها بالذات في القطاع الصحي عبر المنظمات الدوليه المحايده. للاسف الشديد انه المنظمات الدوليه وبالذات المرتبطه بالامم المتحده أداءها ضعيف ومتواضع جدا ان لم نقول غائب. وكل ما نراه عبارة عن يعني جعجعة ولا نرى منها طحينا. قضية يعني فيها يعني أسئلة كثيرة حول هذا الموقف اللي يصل إلى قرء يعني شيء من العدائية تجاه الناس. هؤلاء الغلابة يعني لا ليس السبب بالسكوت بل كل التصريحات بأن تقدموا وأعطوا وعملوا، لكن في الحقيقة هي أشياء كما قلت لكم زهيدة وبسيطة جدا لا تغطي الأقل من 10% من احتياجات الصحية في المدينة بالذات الجانب المحاصر فيها. دكتور طيب إذا ما تحدث عن التنسيق بينكم وبين هذه المراكز والمنظمات الأممية، هل هناك من ترسلونه من داخل تعز ل يعني تبيان وتوضيح حجم الاحتياج وماذا يردون؟ المنظمات الأجنبية يعني تتفاعل جيدا، لكن مسألة الحصار الخارج تعيق كثير من يعني جهود. لدينا اطباء بلا حدود يبذل جهود ويقدم مساعدات جيده، لكن عمليه الحصار تمنع ايصال المساعدات وهذه مشكله كبيره. المنظمات المعنيه بهذا الجانب حتى شرح قضيه الاعاقات لا 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 توضحها للعالم، لا توضحها للمنظمه الامم المتحده للهيئات السياسيه المعنيه باتخاذ اجراء ما، لان في النهايه هؤلاء البشر قضيه انسانيه. يعني نعم. القضاء على الناس باسباب الحروب والامراض هو شكل من اشكال الجرائم الانسانيه، اباده الاف من البشر داخل مناطق محاصره. وتولى هذه المنظمات بحدها الادنى بعض التصريحات الغير دقيقه لامكانات لا تصل. هذا على الجانب الصحي. نعم. اما الجانب الاغاثي من اغذيه وفانتم كلكم تعرفون من مئات الالاف من السلال الغذائيه لم تدخل تحت سوى 3000 داخلها قرابه النصف مليون بني ادم. نعم دكتور. أشكرك شكرا جزيلا عضو اللجنة الطبية بتعز دكتور عبد الرحمن الأزرقي، كنت معنا عبر الهاتف من هناك. إذا مشاهدينا الكرام وصلنا إلى ختام حلقة اليوم، أشكركم على حسن المتابعة والإنصات، وأشكر جميع الضيوف الذين كانوا معي عبر الهاتف، ونذكر أنه حاولنا التواصل مع الأستاذ عدنان حزام المتحدث باسم أو الناطق باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن، لكنه لم يرد على الاتصالات. في الختام تقبلوا تحياتي أنا وجيه السمان في التقديم، وتحيات محمد القاسم في الإعداد، وتحية بقية أفراد الطاقم الفني. إلى حين الملتقى، دمتم والوطن بألف خير. إلى اللقاء.